الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدرس 22 من دروس شرح كتاب القول المبين في فضل العشرة المبشرين وتاريخ الخلفاء الراشدين. تكلمنا في الدروس الماضية عن أبي بكر، ثم تكلمنا عن عمر، ثم تكلمنا عن عثمان، ثم تكلمنا عن علي رضي الله عنه وذكرنا استشهاده. اليوم إن شاء الله تعالى فصل خاص قبل أن نتكلم عن باقي العشرة، وهذا الفصل في ذكر مناقب عمرو بن العاص رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. لماذا ذكرنا هذين الرجلين تحديدا من الصحابة؟ لأننا تكلمنا في الدروس الماضية في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عن الأحداث والفتن التي كانت في خلافته، وما حدث من معارك وخاصة في صفين بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه من الجيوش من جهة، ومن جهة أخرى بين عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وما كان معهما من الجيوش. لذلك أردنا أن نبين فضل هذين الرجلين حتى لا يكون هناك فيه شيء في نفوس بعض المسلمين من أهل السنة تجاه هذين الرجلين. قلنا أن الحق كان مع علي رضي الله عنه، وأنه اجتهد وأصاب فله أجران، وقلنا أن معاوية وعمر بن العاص لم يكن معهما الحق، وأنهما اجتهد فأخطأ فلهم أجر واحد إن شاء الله تعالى. وتكلمنا عن عقيدة أهل السنة فيما حدث بين الصحابة من خلاف وشقاق. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن هذين الرجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أولهما عمرو بن العاص رضي الله عنه. لماذا بدأنا به؟ لأنه هو الأفضل وهو السابق بالإسلام قبل معاوية رضي الله عنه. أولا التعريف به رضي الله عنه، عمرو بن العاص بن وائل السهمي أتى النبي صلى الله عليه وسلم من الحبشة مسلما في سفر من السنة الثامنة من بعد الهجرة، أي قبل فتح مكة. أمه النابغة من بني عنزة، قيل هي سلمة بنت حرملة وقيل هي سلمة بنت النابغة. النبي صلى الله عليه وسلم ولاه إمرة الجيوش في حياته، فولاه النبي صلى الله عليه وسلم وجعله أميرا على جيش ذات السلاسل، وتكلمنا بحول الله وقوته عن سرية ذات السلاسل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابنا الوافي بشرح الخلاصة البهية بترتيب أحداث السيرة النبوية. هذه الغزوة كان أميرا على أبي بكر وعلى عمر وعلى أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنهم أجمعين، ثم استعمله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على عمان، فمات النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن العاص أمير هذه البلد، فأتاه كتاب أبي بكر بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. شهد عمر بن العاص ليرموك، تكلمنا عنها في خلافة عمر، وأبلى يومئذ بلاء حسنا. بعثه أبو عبيدة بن الجراح وكان أمير الجيوش في الشام لعمر بن الخطاب، بعثه أميرا فصالح أهل حلب ومنبش وأنطاكية، وولى عمر رضي الله عنه عمرو بن العاص إمارة فلسطين والأردن. إذن حسبك من وله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جعله أبو بكر أميرا، ثم وله عمر، ثم كتب إليه عمر بعد ذلك فسار إلى مصر فافتتحها، فافتتح مصر سنة 21 من بعد الهجرة. كذلك افتتح طرابلس الغرب وهي ليبيا الآن سنة 24، وقيل بل سنة 23. ثم بعد ذلك كما قلنا وله عمر إمارة مصر، كذلك ظل أميرا على مصر في أول خلافة عثمان، ثم عزله عثمان رضي الله عنه بعد ذلك. لما وقعت الفتن ما زال عمرو بن العاص معتصما بمكة حتى كانت وقعت الجمل فلم يشهدها، ثم لحق بمعاوية رضي الله عنه فأعطاه معاوية إقليم مصر كله بعد أن أخذها من محمد بن أبي بكر كما مر معنا. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث تبلغ 40 حديثا. اتفق البخاري ومسلم على 3 أحاديث منها، وانفرد البخاري بحديث ومسلم بحديثين. وروى أيضا عن أمنا عائشة. لماذا ذكرنا هذه الروايات؟ لنبين فضله أيضا. مات عمرو رضي الله عنه ليلة عيد الفطر سنة 43، وقيل بل سنة 48 من بعد الهجرة، وقيل غير ذلك. عاش بضعا وثمانين سنة، ولكنه ما بلغ 90 على الصحيح، والله أعلم. ثانيا من فضائل عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن العاص مؤمنان عمرو وهشام بن العاص،
إذن عمرو بن العاص وهشام بن العاص قال عنهما النبي صلى الله عليه وسلم ابن العاص مؤمنان، هشام هذا استشهد في فتوحات الشام والله أعلم. كذلك قال طلحة بن عبيد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن عمرو بن العاص من صالحي قريش. إذن هذه تزكية أخرى من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك عن عقبة بن عامر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. هذه تزكية ممن؟ من الذي لا يتكلم عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم، أوحى الله إليه بقوله أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. يقول عمرو بن العاص كان فزع في المدينة، كأنهم سمعوا أن هناك حدث كبير في المدينة، صوت سمعوه ليلا ففزع الناس. قال فأتيت على سالم مولى أبي حذيفة وهو محتب بحمائل سيفه، أي يمسك سيفه ويستعد كأنه يستعد للقتال. قال عمرو بن العاص فأخذت سيفا فاحتبيت بحمائله أيضا كما فعل سالم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ألا كان مفزعكم إلى الله وإلى رسوله؟ لماذا فزعتم؟ ألا تفزعون إلى الله وإلى رسوله؟ ثم قال ألا فعلتم كما فعل هذان الرجلان المؤمنان، أي سالم مولى أبي حذيفة وعمر بن العاص. كذلك يقول علقمة ابن رمثة البلوي بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن العاص إلى البحرين، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، قال وخرجنا معه فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ فقال رحم الله عمرا. قال فتذاكرنا كل إنسان اسمه عمر، أي من الصحابة، فنعس أي نام النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا فاستيقظ ثم قال رحم الله عمرا، ثم نعس الثالثة ثم استيقظ فقال رحم الله عمرا. فقلنا أي الصحابة من عمرو يا رسول الله؟ قال عمرو بن العاص. قالوا فما باله؟ قال ذكرته، أي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، إني كنت إذا ندبت الناس إلى الصدقة أي الصدقات فجاء بالصدقة فأجزل أي فأعطى كثيرا، فأقول له من أين لك هذا؟ فيقول من عند الله. قال النبي وصدق عمرو إنا لعمر خيرا كثيرا. حديث جميل في فضل عمرو بن العاص أيضا رضي الله عنه. كذلك يقول الحارث بن حسان قدمت المدينة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر وبلال قائم بين يديه متقلد السيف وإذا راية سوداء. قال فقلت، أي قال الحارث بن حسان، من هذا؟ قالوا هذا عمرو بن العاص قدم من غزاة، أي سرية أرسله إليها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يقول أبو قيس مولى عمرو بن العاص قال إن عمرو بن العاص كان يسرد الصوم، أي في آخر حياته كان يصوم الظهر كله إلا الأيام التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كالأيام العيد وما شبه ذلك. قال أبو قيس وقلما كان يصيب من العشاء أول الليل أكثر ما كان يصيب من السحر. قال وسمعته يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أي أن أهل الكتاب كانوا لا يتسحرون. كذلك قال قيس كان عمرو بن العاص يسير مع نفر من أصحابه فمر على بغل ميت قد انتفخ، فقال عمرو والله أن يأكل أحدكم هذا حتى يملأ بطنه خير من أن يأكل لحم مسلم. انظروا إلى ورعه رضي الله عنه. هذا شيء قليل ذكرناه مختصرا من فضائل عمرو بن العاص رضي الله عنه، وذكرنا مزيدا عنه في كتابنا الوافي بشرح الخلاصة البهية بترتيب أحداث السيرة النبوية عند ذكر إسلامه رضي الله عنه، ولله الحمد والمنة. الثاني معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. أولا التعريف به، أمير المؤمنين، خال المؤمنين، ملك الإسلام، أبو عبد الرحمن القرشي الأموي المكي، وأمه هي هند بنت عتبة. ذكرنا شيئا عن فضلها وعن مكانتها في الإسلام وعن إسلامها في كتابنا صحابيات في مدرسة النبوة فليرجع إليه. وكان أبوه أي أبو سفيان بن حرب من سادات قريش في الجاهلية، وتفرد فيهم بالسؤدد أي الشرف بعد يوم بدر لما قتل أشرافهم، فأصبح هو الأمير والقائد لقريش. ثم لما أسلم أي أبو سفيان حسن إسلامه جدا، وكان له مواقف شريفة وآثار محمودة في يوم اليرموك وما قبله وما بعده.
تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة بنت أبي سفيان فصارت أم المؤمنين، وصار معاوية خال المؤمنين. حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث وكتب له مرات، أي كان من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. فتح قيسارية في بلاد الشام سنة 19، ولم يزل معاوية نائبا على الشام في الدولة العمرية أي في خلافة عمر، والعثمانية أي في خلافة عثمان مدة خلافة عثمان. وافتتح في سنة 27 جزيرة قبرص، أي قبرص الآن المعروفة في البحر المتوسط، وسكنها المسلمون قريبا من 60 سنة في أيامه ومن بعده. ولم تزل الفتوحات والجهاد قائما على ساقه في أيامه في بلاد الروم والفرنج وغيرها، فتح بلادا كثيرة في خلافته رضي الله عنه. كان يغزو الروم في كل سنة مرتين، مرة في الصيف ومرة في الشتاء، ويأمر رجلا من قومه فيحج بالناس. حج بالناس معاوية في أيام خلافته مرتين كما قيل، وكانت أيامه 20 سنة إلا شهرا، والله أعلم. توفي بدمشق في رجب سنة 60، ليلة الخميس للنصف من رجب سنة 60، وقيل ليلة الخميس لثمان بقين من رجب سنة 60، وقيل غير ذلك فالله أعلم. صلى عليه الضحاك بن قيس لما مات بعد صلاة الظهر بمسجد دمشق، وكان عمره قريبا من 80 سنة، والله أعلم. ثانيا، مناقب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. عن عبد الرحمن بن أبي عميرة، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية يوما: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب لا شك، قال: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. كذلك عن العرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب. اسمع أخي المسلم، اسمعي أختي المسلمة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا دعا له؟ مرة يقول: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. الثانية يقول: اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب. كذلك عن ابن عباس قال: كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فتواريت اختفى من النبي صلى الله عليه وسلم خلف باب، قال: فجاء فحطأني حطأة، أي ضربه على كتفه كأنه يقول له: أين تختفي مني يا ابن عباس؟ وقال له: اذهب وادع لي معاوية. قال: فجئت فقلت هو يأكل، فقال لي: اذهب فادع لي معاوية. قال ابن عباس: فجئت فقلت هو يأكل، فقال النبي: لا أشبع الله بطنه. إذن هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على معاوية، اسمع ما معنى هذا الدعاء. من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه أو دعا عليه وهو ليس أهلا لذلك، أي لم يكن مشركا أو منافقا، كان له صلاة وزكاة وقربة إلى الله يوم القيامة. ما الدليل على ذلك؟ عن عائشة قالت: دخل على النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فكلماه بشيء. تقول أمنا عائشة: لا أدري ما هذا، أي الذي تكلم به. قالت: فأغضباه. قالت: فلعنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبهما. فلما خرج قالت: قلت يا رسول الله، من أصاب من الخير شيئا ما أصابه هذان؟ قال: وما ذاك؟ قالت: قلت يا رسول الله لعنتهما وسببتهما. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أو ما علمت ما شارطت عليه ربي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلت: اللهم إنما أنا بشر، فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا. إذن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لعن أحدا أو سب أحدا من المسلمين فإنه دعا الله أن يجعل هذا السب أو هذا الدعاء له زكاة وأجرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لمعاذ: ثكلتك أمك يا معاذ رضي الله عنه. كذلك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفنيه، فإنما أنا بشر، فأي المؤمنين آذيته شتمته لعنته جلدته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. هذا حديث آخر بمعنى حديث عائشة. كذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم سليم، أي أمه أم أنس، أما تعلمين أن شرطي على ربي؟ أني اشترطت على ربي فقلت: إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة.
إذن روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أمنا عائشة، كذلك رواه أبو هريرة، كذلك رواه أنس. كذلك يقول أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني سألت الله أيما إنسان من أمتي دعوت الله عليه أن يجعلها له مغفرة. إذن لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على معاوية فجعلها الله له مغفرة ورحمة وقربة إن شاء الله تعالى، والله أعلم. كذلك فتح قبرص، كان فتحها على يدي معاوية رضي الله عنه، ركب إليها في جيش كثيف من المسلمين، فركب في المراكب فانتهى إليها، ووافاه عبد الله ابن سعد بن أبي صرح إليها من الجانب الآخر، أي خرج معاوية من الشام، وعبد الله بن سعد بن أبي صرح كان والي إفريقيا، فجاء إليه من إفريقيا أيضا من الجهة الأخرى، فالتقي معاوية مع عبد الله بن سعد، فالتقي على أهلها، فقتلوا خلقا كثيرا، وسبوا سبايا كثيرة، وغنموا أموالا كثيرة. وكان في جيش معاوية رضي الله عنه هذا عبادة بن الصامت، وزوجته أم حرام بنت ملحان، تصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم حين أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها في أول من يغزو في البحر، أي من المسلمين. وقد ذكرنا فضلها أم حرام رضي الله عنها في كتابنا صحابيات في مدرسة النبوة أيضا، فليرجع إليه ولله الحمد والمنة. فعن أم حرام أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. كان الأمير معاوية، لاحظوا هذا، أي وجبت لهم الجنة. قالت أم حرام: قلت يا رسول الله أنا فيهم؟ قال: أنت فيهم. ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. لاحظوا أن هذا الجيش أول جيش غزا مدينة قيصر، وإن لم يفتحها، الجيش الذي أرسله معاوية أيضا رضي الله عنه. فقالت أم حرام: فقلت أنا فيهم يا رسول الله؟ قال: لا. إذن هذه منقبة لمعاوية رضي الله عنه، لأنه أول من غزا البحر. كذلك غزا ابنه يزيد مدينة قيصر في خلافة أبيه معاوية رضي الله عن معاوية. كذلك عن معاوية أنه أخذ الإداوة بعد أبي هريرة يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، واشتكى أبو هريرة، أي كان مريضا، فبينما هو يوضئ النبي صلى الله عليه وسلم رفع رأسه إليه مرة أو مرتين وهو يتوضأ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع إلى هذا الكلام العجيب، إن هو إلا وحي يوحى. قال: يا معاوية، إن وليت أمرا فاتق الله عز وجل واعدل. قال: فما زلت أظن أني مبتلى بعمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى ابتليت. وفي رواية قال معاوية: ما زلت أطمع في الخلافة منذ قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاوية، إن ملكت فأحسن. هكذا أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك عن سليم بن عامر قال: كان بين معاوية وبين الروم عهد، وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد غزاهم، فجاء رجل على فرس أو برذون، ما يشبه الفرس أو البغل، وهو يقول: الله أكبر الله أكبر، وفاء لا غدر. فنظروا فإذا هو عمرو بن عبسة رضي الله عنه، فأرسل إليه معاوية فسأله، فقال عمرو بن عبسة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها ولا ينبذ إليهم على سواء. أي معاوية رضي الله عنه جمع الجيوش وينتظر حتى تنتهي مدة المعاهدة بينه وبين الروم، فإذا انتهت يغزوهم مباشرة فيفاجئهم. فهنا عمرو بن عبسة تبين له أن هذا غدر أيضا، لأن النبي قال: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها، أي لا يذهب إليهم حتى ينقضي أمدها. قال: أو ينبذ إليهم على سواء، أي يقول لهم: أني رددت عليكم عهدكم. فماذا فعل معاوية لما سمع ذلك وقد جهز الجيوش وأراد الغزو؟ فرجع معاوية رضي الله عنه سمعا وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك عن مجاهد وعطاء عن ابن عباس أن معاوية أخبره، أي أخبر ابن عباس، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قصر من شعره بمشقص، أي ما يشبه المقص. فقلنا لابن عباس: ما بلغنا هذا إلا عن معاوية. فقال ابن عباس: يزكي معاوية، ما كان معاوية على رسول الله صلى الله عليه وسلم متهما، أي لا يكذب عليه أبدا. كذلك عن ابن أبي مليكة قال: أوتر معاوية بعد العشاء بركعة، وعنده مولى لابن عباس، فأبلغ ابن عباس،
هنا قال ابن عباس: دعه فإنه قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية قال: هل لك في أمير المؤمنين معاوية؟ فإنه ما أوتر إلا بواحدة. قال: أصاب، فإنه فقيه، أي معاوية رضي الله عنه. كذلك يقول معاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم، أو كدت أن تفسدهم. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: كلمة سمعها معاوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله تعالى بها، أي عمل بها معاوية رضي الله عنه. قال ابن كثير: يعني أنه كان جيد السيرة، حسن التجاوز، جميل العفو، كثير الستر، رحمه الله تعالى. كذلك يقول حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يوم عاشوراء عام حج على المنبر يقول، أي أنه سمعه في يوم عاشوراء في السنة التي حج فيها معاوية يقول وهو على المنبر: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه. قال: وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. إذن معاوية رضي الله عنه يعلم أهل المدينة، ومن هم؟ هم الصحابة وأبناء الصحابة. كان معاوية فقيها رضي الله عنه. وفي رواية أيضا أنه سمع معاوية بن أبي سفيان أيضا على المنبر قال: فتناور قصة من شعر، أي شيء من هذا الشعر، وكانت في يدي حرسي، أي من حراسه، فقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور، يعني الوصال في الشعر. هكذا يقول معاوية. كذلك قال أبو مريم الأزدي: دخلت على معاوية فقال: ما أنعمنا بك يا أبا فلان، وهي كلمة يقولها العرب. فقلت: حديثا سمعته أخبرك به يا معاوية. سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره. فماذا يفعل معاوية لما سمع هذا الحديث؟ جعل رجلا على حوائج الناس، لأنه كان مشغولا بأمر الحكم والخلافة والجيوش وغير ذلك، فجعل في كل مكان رجلا يكون على حوائج الناس، يكون نائبا عن معاوية رضي الله عنه. كذلك يقول أبو مجلس: خرج معاوية على ابن الزبير وابن عامر، فقام ابن عامر احتراما له وجلس ابن الزبير، فقال معاوية لابن عامر: اجلس، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. انظروا إلى معاوية وإلى فقهه وإلى زهده وإلى سمعه وطاعته للنبي صلى الله عليه وسلم، زكى فعل عبد الله بن الزبير ولم يزكي الرجل الذي قام له احتراما وتعظيما، لأن هذا هو الهدي الذي أراده وأبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك عن حميد بن عبد الرحمن قال: حدثني المسور بن مخرمة أنه وفد على معاوية فقال: دخلت عليه سلمت عليه ثم قال: ما فعل طعنك على الأئمة يا مسور؟ أي أنت تطعن على الأئمة، تطعن علي يا مسور، أي المسور بن مخرمة. قال: قلت: ارفضنا من هذا، أو أحسن فيما قدمنا له، أي يقول هذا لمعاوية. فقال له معاوية: لا تكلمنا بذات نفسك، أي ما في نفسك. قال: فلم أدع شيئا أعيبه به إلا أخبرته به. فماذا رد عليه معاوية؟ قال: لا أبرأ من الذنوب، أي أنا عندي ذنوب وأخطاء، فهل لك، أي للمسور، فهل لك ذنوب تخاف أن تهلك إن لم يغفرها الله لك؟ فقال المسور: نعم. فقال له معاوية كلمة عجيبة: فما يجعلك يا مسور أحق بأن ترجو المغفرة مني؟ يقول معاوية: فوالله فما آلي من الإصلاح بين الناس وإقامة الحدود والجهاد في سبيل الله والأمور العظام التي تحصيها أكثر مما تلي، وإني لعلى دين، أي الإسلام، يقبل الله فيه الحسنات ويعفو فيه عن السيئات. يقول معاوية: والله مع ذلك ما كنت لأخير بين الله وغيره، إلا اخترت الله على ما سواه. قال المسور: ففكرت حين قال لي ما قال، فوجدته قد خصمني، أي غلبني، فكان إذا ذكره بعد ذلك المسور دعا له بخير. قال الذهبي: حسبك بمن يؤمره عمر، ثم عثمان على إقليم وهو ثغر فيضبطه الشام، ويقوم به أتم قيام، ويرضي الناس بسخائه وحلمه، وإن كان بعضهم تألم مرة منه، وكذلك فليكن الملك. هكذا الملوك لابد أن يخطئوا. قال الذهبي: وإن كان غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير منه بكثير وأفضل وأصلح.
قال: فهذا الرجل ساد وساس العالم بكمال عقله وفرط حلمه وسعة نفسه وقوة دهائه ورأيه. قال: وله هنات وأمور، أي أخطأ لا شك، والله الموعد، وكان محببا إلى رعيته. عمل نيابة الشام 20 سنة والخلافة 20 سنة، ولم يهجه أحد في دولته، بل دانت له الأمم وحكم على العرب والعجم، وكان ملكه على الحرمين ومصر والشام والعراق وخراسان وفارس والجزيرة واليمن والمغرب وغير ذلك. قال: ومعاوية من خيار الملوك الذين غلب عدلهم على ظلمهم، وما هو ببريء من الهنات، والله يعفو ويغفر. قال: وولي معاوية فبالغ في التجمل والهيئة، وقل أن بلغ سلطان إلى رتبته. قال الذهبي: وليته لم يعهد بالأمر إلى ابنه يزيد، وترك الأمة من اختياره لهم. إذن أخذ عليه الذهبي هذا الخطأ أيضا وهو صحيح. إذن الذي نأخذه على معاوية رضي الله عنه أنه اجتهد في الخلاف مع علي بن أبي طالب وأخطأ، أخطأ خطأ كبيرا ولكنه اجتهد فيه، ثم قدر الله له الملك فعدل وحكم وضبط وجاهد وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. ثم كان الخطأ في أنه جعل الخلافة من بعده لابنه يزيد، وليته ما فعل، فإن يزيد كانت له أمور عظام وأخطاء كثيرة، وكان على أكبرها استشهاد الحسين رضي الله عنه، كذلك ما استباح جيشه المدينة في يوم الحر. إذا معاوية رضي الله عنه كان حكما عادلا رضي الله عنه، زكاه النبي صلى الله عليه وسلم، له فضائل كثيرة، وإن كان له أخطاء فكلنا ذو خطأ. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله أن يجمعنا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع والدينا والمسلمين في الفردوس الأعلى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا مغلوبون فانتصر لنا، أنت حسبنا ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين.